يصبح الخير، يصبح النور. مرحبا بكم مرة أخرى، جدد لقنا معكم يوميا كما عودناكم في اللايف سبيسيال رمضان. معكم الشيف مؤمن في الكوجينة نتاع الدار. نعرفوا لي مازال فما كونفينمون، باش نحضروا مع بعضنا لي روسيت كيما عودناكم. دونك بالنسبة اليوم زاد كيف نزولا عند طلب ورغبة بعض المشاهدين اللي تبعوا فينا على اللايف واللي لقاو روحهم في كونفينمون ويحبوا يحضروا حاجة فيزا فيسع، ما طلبش برشا وقت وما طلبش برشا جهد. حابين اليوم باش نحضروا منيو خفيف ما يتكلفش برشا زيادة، مي منيو في دي بلا اللي نحبوهم برشا. نجيكم بالحاجة الأولانية اللي احنا عندنا برشا عليها في الكونفينمون اللي هي العجة. اليوم اخترنا لكم حاجة سبيسيال شوية اللي هي العجة. المرقاز عندنا مرقاز نتاع فرح، ميني مرقاز هاو كيما تراو. بالنسبة للعجة باش نحضروا عجيجه تاع 66 كيف، باش ناخذوا شويه ريكوبيراسيون من الخضره اللي عندنا زاد كيفيف، باش نعملوا شوربه تاع خضره، سلطه تاع بيتراف. هاكا نحاولوا كل مره نوعوا ونعطيكم ريسيت تاع 66 كيف. ايناس خبثيني بونجور. ابار هذاك عندنا تشيكن وينجز ترتار يعني ماريني حاضرين، والديسير باش نعملوا كيف كيف، فما برشا طلبوا باش نعملوا تشيز كيك. دونك بالنسبه للتشيز كيك سكري فما ميلين ريسيت اللي يكونوا رابيد برشا، كلهم نجموا نحضروهم في فيرين ولا يكونوا انديفيدويل المفيد المنفعة احسن الناس الكل. دونك بالنسبه لكم انتم اللي تتابعوا فيا تنجموا تلقاوني على الفيسبوك صفحه شيف مؤمن بن يونس، على شان يوتيوب تلقاو الرديف كيف كيف شيف مؤمن بن يونس، ولا حتى على الانستغرام تنجموا تخليوا لنا كومونتير في الروسيت في الحاجات اللي انتم تحبوا تحضروهم واحنا نجموا نعاونوكم والمنفعه تحصل للناس الكل. دونك بالطبيعه تنجموا تخلينا كومونتير تقولوا لنا شنو الدباره نتاعكم تاع اليوم وشنو حضرتوا، شنو رايكم في المنيو، شنو تحبوا غدوه بخطه ربي تكون الدباره، واحنا نحاولوا تكون فما انتراكسيون بيناتنا ونحاولوا نحضروا العديد من الاطباق اللي ان شاء الله تعجبكم. دونك ذكركم في المنيو تاع اليوم باش يكون شوربه تاع خضره، باش يكون عجينه تاع مرقاز، سلطه تاع بيتراف، عندنا تشيكن وينجز غريي وعندنا تشيز كيك. اول حاجه بالنسبه لنا زاد كيف نقول لكم نشكروا الناس الكل اللي ساهموا في البث المشترك، ربي يبارك لك يا شيف حنان شوشان. دونك بالنسبه للبث نشكروا حازم العيسى راديو بون دو نور، نشكروا خالد عويش تونيسكوب. بالنسبه لكم انتم زاد كيف كيف تنجموا تبارتاجيو اللايف باش تحصل المنفعه على الناس الكل، وتنجموا كيف كيف تتفاعلوا معنا وتخليونا كومونتير. دونك ما بين توا باش نبداو بسياسه بسياسه، حنان تنجم تقول لنا شنو حضرت بالنسبه للمنيو نتاع اليوم، شنو كانت الدباره نتاع البارح، شكون اللي حضر روسيت من لي روسيت اللي بدينا فيهم في رمضان. نعرفوا سيرتو توا قريب باش نوصلوا ل 15 يوم تاع رمضان، ويعني لي روسيت تبارك الله الكل بريسك نعملوهم في الايامات الاولانيه، مي ماذا بينا كيف كيف زاد نحاولوا ديما نلقاو التوش كلك سوا كيما نقولوا التوش دو شيف ولا البلوس في لي روسيت سبيسيال كونفينمون بالامكانيات وبالشيء اللي عاد. نذكركم بالنسبه للناس اللي خلطوا علينا شنو هو المنيو، باش يكون حاجه خفيفه دونك للعزاب كيف كيف، للي قاعد وحده نجم يحضر حاجه كيف كيف. كنا قبل جربنا بيتزا رابيد، دونك عندنا البان هابيز حضرنا بيتزا، عندنا الفروماج نتاع لوندور وزدناه الصوص تاع فركيتا سبيسيال بيتزا. هكا فيزا فيزا تروز انغريديون دو باز تكون عندنا بيتزا عمليه من غير ما نقعدوا نتعبوا نحضروا البات الكل. دونك شربه نتاع خضره، عجب مرقاز، سلام نتاع بيتراف، و تشيز كيك، والسويت باش نحضروا مع بعضنا تشيكن وينجز باش يكون اكومبانيمون مع سلطه، وسيرتو في الايامات توا اللي جايين ما عادش برك الله ما عادش ناكلوا برشا، ماذا بينا منيو خفيف. اليوم العسل باش يكون موجود في الروسيت نتاع تشيز كيك، دونك نشكر موفق صاحبي سيت انامي، عنده بروجي صغير وحب يعرف بالمنتوج نتاعو، عامل عسل ماروبيا، دونك عسل ماروبيا، العسل هذا من في جهة قروان في الوسلاتية، قال لي مؤمن هكا في الكوجينة جربوا اعطينا رايكم، اليوم باش نجربوه في التشيز كيك. باهي نبداو مع بعضنا بالسياسة بالسياسة، وشنو باش نحضروا مع بعضنا. أول حاجة كالعادة والعوايد باش نحضروا شربة، واليوم زادة باش تونسوني سيرتو في الكوجينة باش تعطيونا رايكم في التحضير. دونك أول ما باش نسحقوا بول هذا اليوم باش نعملوا شوية أشغال. مديحة بن يونس بونجور بونجور. دونك اليوم باش نعملوا أشغال يدوية زادة كيف باش نطفوا شوية خضرة باش نقشروا. هذاك هو اللايف، هذاك هو تكون سبونتاني تبدا عامل جو. باهي جبت باكيم نتاع خضره، فيه خضره مشكله
نحطه بحذاء هنا باش نختار منه نوعية متاع الخضرة الكل، ننظف نقشر ونغسل. مديحة تنجم تقولولنا انتي وحنان شنوا لقيت دبالة بالنسبة لليوم، بالنسبة للشوربة متاع الخضرة اللي باش نحضروها كيف كيف نحاولوا ننوعوا المفيد لافونتاج يكون منو اكيليبري. صديقي دليل اللي كوحشة، دليل فنان الارتيست، ودليل معلم، دليل اللي ديما يتحفنا بالقانون. يا غيبتك يا دليل، كي ما جاش كونفينمون رانا عملنا لايف هاكا انت بالقانون ولا في كوشينا. سلوى ربي عينك يا شيف، ميرسي بوكو سلوى. تنجم تقولنا شنو هو المنيو وشنو هو دبارة اللي باش حضرها؟ دونك نسحقو كعبة سفنيريا، نسحقو كعبة بطاطا. يعني نحب نقولكم اللي سورتو في برشا عزاب بارح خلاو لي ميساجات، برشا عباد عايشين وحدهم قالوا لي بالله يا مؤمن حاول حضر لنا حاجات خفيف، راهو مهما تقول تكون عندهم المنفعه بينا برشا، مي حضر لنا حاجات خفيف نجم نحضروهم وحدنا. لميا ونيش بونجور، صباح النور، صباح الخير. كيما قلت لكم ذكركم في المنيو، يعني باش نعملوا شوربه نتاع خضره فيسع رابيد، ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد. بالنسبه للشوربه نتاع الخضره اخذت شويه بطاطا، شويه سفنيريا، شويه لفت الخضره اللي عندنا، وباش تكون شوربه فيسع فيسع. اليوم منيو خفيف، نعرفوا تو تبارك الله. بون ترافاي شيف سامي بونجور. كما قلت لكم في رمضان، يعني نقلقوا ساعات من الروسيت. سارة ربي معاك، ميرسي. كعبة سفنيريا، كعبة لفت. شوفوا الخضرة اللي عندنا موجودة، باش ناخدو شوية سبناخ به ربي يبارك لك. أنا حضرت بيتزا، لازانيا، شوربة وسلطة خضرة، ما شاء الله، الله مصلي على النبي. دونك قلت لكم معانا شوية فينال، باش نزيدو ناخدو مع الخضرة كعيبة متاع بصل. سعيدة حجري أحلى شيف، ميرسي سعيدة. شنو حضرت لنا سعيدة المنيو نتاع اليوم؟ احنا زادة كيف عاملين المنيو، ونعرفوا سيرتو نهار الاثنين وأول الجمعة، وفما شكون يعني رجعوا يخدموا كل شيء، وسيرتو في رمضان. سامي بلدي بونجور. سيرتو في رمضان نبداو نخلقوا، يعني ما عادش كي قبل، فهمت؟ هاكا كل شيء قدامكم. باش نحطو قبل كل شيء مريم عزيبي بونجور، آمنة بونجور. أول حاجة كيما سنسناكم، دونك عندنا زيت نجمة ديو فيتامين اي بلس، نحطو شوية. عندنا شوية جولدينا، نزيدو الميلونج، خليوه بسيسة. نغسل الخضرة اللي كنا نظفناها. سيدة بونجور، ميتا بونجور، سيو روما انجليزي كاميرا. اي مازلت ما بديش نقص بونجور، مازلت ما بديش نقص. دونك فيزا باش نوريكم كيفاش باش نحضروا مع بعضنا شربة. كنت ننظف الخضرة، نغسلوا الخضرة نتاعنا. توا هاكا باش نبداو القصار به. دونك اهلا عيون، اهلا سارة، حلالم، سلطة مشوية، سلطة بتراف. هيا اليوم عندنا سلطة بتراف، سلوى، سوب دي بينار. بالنسبة للسوب كيف باش نعملو شربة متاع خضرة، دونك حطينا شوية مارغرين جولدينة وزدناها شوية زيت، ربي بوزة بوفريوة، سوب تاع بينار، دي ميني فولوفون، وشوكليت به. دونك انا قاعدين نقصو في الخضرة. طريقة التقطيع تاع الخضرة هاكا، نجمو نخليو الخضرة هكايا وإلا نقصوها، يعني نتوما كيفاش تحبو. دونك ناخدو البصل، سفيان ليك وحشة يا سفيان، بونجور. ناخدو شوية لبينة، نحطوه لهنا، نزيدو فوقو شوية بصل،
يعني بالنسبة للسوق نجم نحضروا فيها أي حاجة تحبوها. نزيد شوية نقص شوية سلق. المفيد كل تكون كلها منفعة. بس شنو الفطور مريم؟ نزيد شنو الفطور؟ الفطور قبل كل شيء طبعا باش نحضروا شربة متاع خضرة. مع شربة متاع خضرة باش نحضروا عجة. هذا المنيو أبار سبيسيال كونفينمون سبيسيال زادة كيف كيف للناس اللي قاعدة في الدار ما نقص السيف باش تحضر. غادي نقصوا شوية لفت. مع اللفت باش نقصوا شوية سفنارية. سليم بالحاج، سليم الحاج ليك وحشة صاحبي يا سليم. دونك سليم خلينا بعضنا يا حسر في الابتدائي سيانا ميد انفونس. تحية ليك يا سليم. في هذا كوتو دي شيف صار لأحلى شيف بربي بريك دانوني كيفاش به. إن شاء الله بقدرة ربي نحاولوا نجاوبوكم كان تابعونا كما سارة كان تابعنا غدوة ولا تخلي لي حتى ميساج تنعطيك الروسيت نتاع البريك دانوني. كيف فما أون انفينيتي نتاع الروسيت بنعطيك الروسيت اللي احنا جربناها به. دونك كيما قاعدين تراو قاعدين نقصوا في الخضرة هكا اليوم تبعوا فيك كيفاش نقصوا في الخضرة هكا نضفت الخضرة. ما تقولوش هكا الشيف ياخذ كل شيء حاضر ولا حاضر كل شيء من قبل. ها أنا الخضرة نظفناها مع بعضنا نسينا الخضرة سبيسيال كونفينمون. دونك أول إيطاب بالنسبة للخضرة بالنسبة للسوب نتاع الخضرة اللي يجيو بنين بكدا بكدا نجمو نقوم بالمرقة نتاع الدجاج وإلا نجمو نقوم بالماء سخون صاد إيطاب. مي أول حاجة ديما نخليهم سويي لي ليغيوم يعني نخليهم يتخليو دوبلاش في الميلونج هذيكا ومن بعد نجمو نخليهم هكا ولا نجمو نحيوهم وفما حتى مشكل. بالنسبة لبارك اليوم إن شاء الله الشربة نتاع الشعير صارت تخص مقرونة ماهوش محشية سوي بابريكا. اللهم صل على النبي. لميا عايشة ربي يعاونك شيف ميرسي بوكو. أنا مازلنا قاعدين كيما قاعدين نحضروا وترى فيه قاعدين نحضر الشربة قاعدين نقلب فيها خليهم بعد حتى فوق هون نجيبوا لها الفاح نتاعها. بالنسبة للفاح يعني ما تسحقش برشا فاح. شوية ملح وشوية فلفل أكحل. أكيد نتابعوك شيف الله المستعان. يعيشك سارة والله أمني بالحق نحبكم برشا 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 برشا. يعني كيفاش نقولوا احنا تو ربينا نكبد على بعضنا شويه وفما انتراكسيون من اول رمضان وان شاء الله نكملوا رمضان وحتى بعد رمضان نحاولوا نعملوا لايف يعني 66 كيف ونستفيدوا الناس الكل. وانتم تنجموا كيف تحضروا لي بلان تاعكم تصوروه تحطوه على الفيسبوك ولا على الانستغرام تاغيونا وتقولوا لنا شنو اللي حضر به. مديحه شربه باللحم وبيان دجاج باش تحط فيه. لا اليوم حطيتها شربه نتاع خضره برك يعني سورتو نقولوا احنا كل قدير وقدر صحيح. مي المنفعه زاده نتاع الخضره حلوة برشا. اليوم خليناها كان خضرة. بالنسبة للسوق باش يكون منيو اكيليبري كنا نجمو نخليو نطيبوها بالحم ولا بالدجاج. مي باش من بعد عندنا العجة تبارك الله يعني شوية 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 هاكا الفايدة تحصل كي نشكلو منيو يعمل 66 كيف. باه باش نستحقو توا شكون باش نسألكم سؤال مادام باش نحضر الخضرة قبل كل شيء للي سبيسياليتي نتاعهم العجة. لاسعد زلاسي بونجور لاسعد محمد كيف. دونك للي مسيسي حضر العجه وسؤال اختير كما يقول قبل سيريا بونجور للي يقول قبل عبد الرزاق الشابي سؤال اختير 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 جدا في العجه شنو نحطوا قبل؟ حطوا فلفل قبل ولا طماطم ولا الفلفل؟ خليونا كومنتير قولوا لنا شنو نحطوا قبل لطون اللي انا نحضر الخضره. به برك تنفسوا خضره هذي عنا فلفل توا نبداو بالقصان. خليونا كومنتير قولونا لجماعة سبيسياليتي تبارك الله نتاع العجة وبرشا يقولوا تحية للناس الكل التوانسة اللي مازالوا يكون فما كونفينمون مازالوا لبرا. دونك يقول لك العجة أسباب الهجة دونك موا جو بونس الفلفل به. هما فما بليزيور روسيت بالنسبة كيما قلت لكم العجة جوست استيس صغيرة. فما شكون يقول لك الفلفل فما شكون يقول لك الطماطم. علاش الفلفل الأوراني وعلاش الطماطم؟ باه
مروان بونجور. مروان مروان كانت قلنا شنو نحط الاولاني، الفلفل ولا الطماطم في العجه؟ الناس الكل كيما قلت لكم تحيه للناس اللي برا اللي ما قشرها قبل. كيف كيف بالنسبه للشربه من بعد نجمو نزيدوها كريم فريش، نجمو نمرقوها بالماركه نتاع الدجاج، يعني كل قدر وقدره نجمو نحطوا اي حاجه نحبوها. به الفلفل نتصور خاطر الطماطم ديجا ما فيهاش روح. به باش طبعا مع بعضنا شنو باش نحضروا وكيفاش نقولوا احنا في الكوشينه، يا تقنعوني يا نقنعكم. علاش الطماطم الاول؟ فلفل طماطم، فلفل طماطم. شكون يقول فلفل وشكون يقول طماطم؟ نعطيه بالنسبه اللي نحنا لا تصويت، نعطيه مثال 3 4 دقائق بطول اللي انا كامل ننظف الخضره ونشوفوا شكون لميا قالت لك انا نحطهم كلهم مع بعضهم. به شكون يقول الفلفل شكون يقول الطماطم؟ يعملوا اين ريسيت بالنسبه للعجه، وفما شكون في العجه يقول لك من بعد رشه معدنوس سبسل، فما فن. وبالحق سيتو تاو يكون في مو، يعني ما احناش قاعدين نخرجوا لبرا، وبرشا ماكلات كنا لبرا هكا في الخدمه، هاي شنو الفطور باش نحطوا صحين عجه. به مونتا بن عبيد اهلا شيف، ان شاء الله ربي يحميك. وصحيح انا شيف نخدم في جده، ان شاء الله ربي يسهل ونجي لتونس ان شاء الله ربي يحمي شيفين الكل، اللي شيفين كل هذوكم السفراء نتاعنا، هذوكم لي زومباسادور شيفين اللي موجودين لبرا. وكيف كيف كنت في كل لايف والله نتفكر شيفين اللي موجودين في السعوديه، وان شاء الله عن قريب يا ربي يروحوا وحدينا لتونس، وان شاء الله ربي يحميهم ويحمي تونس الكل. به مروان يا شيف ماك تعرف العزه نتاع بيان سور، مروان دقت العزه مع مروان سامي بوسامي لو بيمون بروميير كار يل دون دو جو الويل. به هذاك سيرتو زاد في المشلوش، نحضروا يعني نحطوا الفلفل الاولاني في الزيت. تبارك الله فما انتراكسيون حلوه برشا. سلام ريم، سلام شيف يعطيك الصحه. الفلفل قبل اي ريم، احنا رانا قلنا شكون باش يعطينا الروسيت الصحيحه. الروسيت الصحيحه خاطر برشا يقول اتفق العرب على الا يتفقوا، دونك اتفقوا شنو برشا من اليمين ومن اليسار. ادوس بونجور بونجور غران شيف، دونك تحياتي شيف رفيق دوس. كيما قلت لكم سؤال اللي الجماعه اللي خلطوا علينا، كنا قبل لو طون اللي انا قاعد ننظف الخضره قلت لكم قولوا لي شنو نحطوا في العزه، اللي برشا يقول لك عزه 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 حضر لي عزه حضر لي عزه، شنو نحط له لي الفلفل والا الطماطم. به نعطيكم الفيزيون نتاع حكايه الفلفل ولا الطماطم. فما شكون يقول لك نحط الفلفل باش يسيب جو باهي لل في العجه، لو جو بيمونتي صحيح سا دون بار، مي فما شكون يقول لك انا كي نحط الفلفل من الاول يسيب من بعد كي نحط الماء يسيب الماء نتاعو الطماطم. دونك الفلفل ما عادش يكون نقولوا احنا عباره مقلي في الزيت، عباره يولي مفور. وفما شكون يقول لك نبدا بالطماطم ومن بعد ما نحط الطماطم هاكا نرمي الفلفل باش يقعد لي الفلفل كروستيون. دونك نتصور فهمتوا الحكايه الكل، ماكم باش تتبعوني باش تشوفوني شنو كيف باش نحضر بهميتا قلي الفلفل في الزيت بوي نحطو الطماطم. بيان سور بيان سور باش تتبعوني توا، هذيا اللحظات الحاسمه قبل ما نحضرو الحجه. وقبل كل شيء بالطبيعه اخترنا لكم ميني مرقاز من العزه، هاكا توحشنا المقلو توحشنا العجه، كل شيء حضرنا قبل الزلابيا. سامي دريدي عجة مزروبة يا شيف مؤمن، أهلا ليك أهلا بيك يا شامي ليك وحشة. دونك كيما قلت لكم بالنسبة لليوم سؤال نصوركم قاعدين تسألوا في نفس السؤال وتقولوا زعما نحطوا العجة الأولانية في العجة نحطوا طماطم وإلا نحطوا الفلفل. به حضرنا فلفل حضرنا طماطم، نجيبوا البولة نتاعنا هاي هنا بحذانا كوجينا. كما قلت لكم اليوم منيو ابار سبيسيال كونفينمون سبيسيال زاد بزاف للناس الكل اللي تحب. شاف رفيق السؤال اللي كان خلط علينا، قلنا شنو نحطوا فلفل ولا طماطم قبل. دونك بالحق يقول لك هذا هو السؤال بتاع العظمه ولا بتاع الدجاجه. اليوم هنا اون لابليك بشويه بس زيد نصعب عليكم، يعني رغم اللي العجه سيرتو تويسا كل سي نوتر ايدونتيتي العجه، مي نصعب عليكم حاجه اخرى. تحطوا المرقاز قبل والا ليه؟
الطماطم لولا كرومة الوحيدة توا اللي تكلمت وقالت نحطوا الطماطم اخبل به. تحط المرقيز ولا ما تحطوش المرقيز؟ مش كل نحط المرقيز من الاول، يقول لك باش يسيب المرقيز النكهه نتاعو ويبنن العجل. وفما شكون يقول لك نحب نحط المرقيز من بعد به رجاء. ربي يبارك لك عايشك، يعني ريتو ان بلا صغير نجمو نسلو ونشوفو لي روسيت الكل اللي موجوده والمنفعه تحصل للناس الكل. اي سسبانس، اي سسبانس يا مديحه، سسبانس ولا بالحق مرقيز والا. دونك معنا شيف رفيق، تحيه للشيف رفيق اللي موجود في فرنسا. نقولوا له شيف هكا انا قاعدين عاملين جو حتى في الكونفينمون، نعرف التونسي من اي سوجي تبارك الله يحاول يعمل الجو. كمان قسينا الفلفل نورمالمون، تعرفوا الريبونس كي دير قسيت الفلفل الاولاني اش معناتها. اول حاجه باش نحط شويه زيت نجمه ديو فيتامين بلس، باش نحط برشا هكا خليه يسخن. عندي الفلفل حاضر، رانيا شاف كيفاش اوني فيت القروسيه نتاع الطماطم باه هو نورمالمون. زيت اول حاجه هذا شاف جابت فيها كروما، دونك زيت اول حاجه من بعد طماطم مرقيز وفلفل باه. الطريقه هذه الطريقه نتاعك، مش نوريك الطريقه نتاعي انا. دونك اول حاجه باش نحط الفلفل طماطم ومن بعد الفلفل. تحيه الى اخي الشيف عامر الطيف السعوديه، دونك تحيه للشيف عامر الطيف، وان شاء الله ربي بقدرة ربي يرجعوا لنا سالمين معافين. حطيت الفلفل الاولاني باش نقص الطماطم ميتا شيف، انا يعني نحط زيت ومرقيز وشويه بصل كيما قلت لكم. بالنسبه للروسيت يعني يا ميليون روسيت يا اون انفينيتي دو روسيت سورتو في العزه، يعني شوفوا بلا بركه قداش تبارك الله فعلنا لينا روضه هلالي لينا. عسلامة شيف بونجور. دونك قاعدين نحضروا، حضرنا شربة نتاع خضرة وقاعدين نحضروا في العشاء. والسؤال اللي قعدنا من بكري واحنا نسألوا فيه وما لقيناش جواب، شنو اللي نحطوا الأولاني؟ فما شكون يقول لك نحط الفلفل، وفما شكون يقول لك نحط الطماطم. وبعد السؤال هذاك قلنا هاي نتعدي السؤال الثاني اللي بعد، نحطوا المرقاز الأولاني ولا لا؟ بالحق والله تعرف ما خيرش من خلال تقول احنا ابار شيخ ابار كل شيء، من خلال كتجربتي كمؤمن انسان يعني نطيب وحدي قبل كل شيء، ما خيرش من انسان يدخل يطيب وهو عامل جو. عصام بونجور شيخ ليك وحشه عصام، ما نساوش الثوم. دونك الثوم باش نخليه لبعض، فما زاد كيف شكون اللي يحط شويه ثوم من بعد يعمل ان تيرابيل. انا بيرسونيلمون يعني سو سون دي جو، يا جو برونسي اللي نجمو نحطوه باش نحضرو العجه. والعجه راهي فيسع فيسع تحضر، سيرتو عندنا هاكا ويرفور ليكسيليون البلاك اللي تلقاه في كوجينا هاكا. نحاول اون بارتاج مع بعضنا كل شيء منفع به حنين عوادي. اول نشوف الفلفل الاول وان شاء الله تعاو نجرب. ها اول مره نشوف الفلفل الاول هاي به. هو ديجا الفلفل وقت اللي باش نقليوه الاولاني باش تصير مع الكونتاكت، عطيه بونجور تصير كونتاكت مع الزيت، دونك باش تصير له كوش دو بروتيكسيون بالنسبه للفلفل. يعني يا ميل اون غوسيت سيرتو بالنسبه للتحضير نتاع العجه، مي احنا هاكا نحاولوا اون بارتاج معاكم لو ماكسيموم به. انا نحط الفلفل وسنه ثوم سايب مطعم بنين صحيح ظهر لي العجه اصعب من كرسي والله بالحق العزه العزه راهو تعرف. تحيه للشيفين الكل وتحيه للناس الكل اللي تخدم في الريستورونات. راهو على فكره ما تقولوش في الكوجينه رانا هكا عندنا نوعيه نتاع الماكله الكل وناكل كل شيء، والله ليه والله نفطروا عزه نفطروا كعكين عظام شويه ثوم شويه زيتون باهي. راهو ما فماش قاعده تطيب العزه، كل واحد وطريقته بالطبيعه كرومه كل واحد وطريقته. يعني المفيد احنا نحاولوا أو بارتاج مع بعضنا نوفرو بتي سافوار والمنفعة تحصل للناس الكل. دونك ريت الكولوراسيون سيرتو الأحمر والأخضر، والأخضر يقعد حي. توا باش ناخدو مرقاز، دونك عندنا ميني مرقاز تاع فرح
المدام قالت لك عامل لنا لايف على انواع البوز. باهي ان شاء الله قدرت ربي عصام تنحضروا. هو مازالوا هذوك في الكازينه الثانيه. نبداو نشهيو على نحضروا انواع الخبز، نحضروا انواع هذه سير الكل. دونك انتم يلزمكم تتابعونا في الايامات الاولانيه. دونك خدينا مرقاز ميني مرقاز نتاع فرح. بص والله سام في بليزير وين نسمع في الميسيون. بالحق لو بليزير يبارتاجي شيف رفيق. يعني نحاول كيما قلت لكم تحصل المنفعة على الناس الكل. وابريتو يعني معنا مزاربنا احنا، انا عاملين جو هنا في الكونفينمون. هاو كنحاولوا نعملوا البلوس باه. دونك الميني مرقاز هاكا شو ما يتعاركوش. حسب نفكر الناس قبل اللي بديت هاكا علاش تاع المرقاز. هاو الميني مرقاز حاضرين تاع فرح. هذيا عجة عجة سبيسيال كونفينمون هاكا تبدا حضروها. وانا كيف ما قلت لكم راه في الكوجينة والله كثرية الوقت ناكلو عجة هريسة عظم ويا تون باه. هذيا اللي تاكلو لهنايا عملناها باش هذيا اللي تاكلو ثانية فيها وصيفة. هذيا حاجة زمنية عاد، هذيا زمنية زمنية صحيح مش حط فيها شوية ماء. هاي بحذينا بحذينا السيفة دي ميني مرقاز. هاي وي دي ميني مرقاز باش ناخدو مرحبا بطماطم معجونة باش نحلوها بشوية بشوية. قلتلكم حتى بشيخ الفريتار عنده الفلاف وكلا خويا اللي نقص شوية الفور باش يتبعونا باه. عنا الفلاح باش ناخدو شوية ريسة عربي، عندنا شوية ملح، حط شوية بركة ملح من هنا من توا، هريسة عربي، نبدأ الفرحات، ليزيبيس موجودين ديجا، قلت لها عندي دخت فيهم أنا ليزيبيس تاع الجميع موجودين، توا شكون يحط شوية تابل شوية كروية، نحط شوية تابل شوية كروية، طيب هريسة عربي، الثوم باش نرميه من بعد بيرسونيلمون، ما نخبيش عليكم. نحب النكهة البنينة نتاع الثوم. دونك الياس فرسيسيمو من يونس سيتاسيون ان شاء الله بالتوفيق. شهيتني بلاجة والله يا الياس والله بالحق نحكي بصراحة. يعني اليوم البارح كلموني جماعة قالوا لي امانك عملنا حاجة كبيرة. قعدت قلت شنو باش نطيب شنو باش نطيب شنو باش نطيب. وتعرفوا سيتو في الكونفينمون قلت هيا سيدي من سيدك باش نطيب عجة. تو نحطو نحركو مليح مليح كلمة علينا روحنا عجة هاكا بديت بديت تظهر على وجهها حقيقتها العجة. نزل لها شوية ثوم هاكا مززة بنينة كيسا فيسا بالطبيعة زي كيف كيف. بونجور فواز حمزة بصغير بونجور حاتوم يا غالي بونجور. دونك هاي العجة حاضرة نجيب شوية ثوم ونجيكم. دونك كيما قلت لكم سيرتو لوغو رجاي شنو المنيو اليوم يا شباب. المنيو اليوم يا سيدي بن سيدك وتنجموا انتوما هاكا نقول لكم على المنيو وانتوما ما تحبوش تقولوا على المنيو. يعني هاكا حاولوا تفعلوا معايا قولوا لي شنو المنيو اللي انتوما حضرتوه. وهنا مع بعضنا وفي وفي عسلامة. على فكره دبارت الليله دبارت الليله شاف كل ما تقليش المرقاس كروما محجوب جلاسي شاف شنو الاحوال توا خلط خويا شنو المنيو تاع اليوم به يا جماعة باش ما نعملوش عركة. اوكس نعطيكم الطريقة اللي هنا حضرت بها العزة. دونك ما يتبقى الا العزة كل واحد يختلف من واحد لواحد كيفاش يحضر العزة. جاكوب شهيتني خويا مؤمن والله العظيم ما عندكمش فكرة. الله مصلي على النبي على الريحة. مانيش باش نتكلم باش نزيد نشهيكم أكثر أكثر باش
حط لها دو بلاش ماء باش تكفي الناس الكل هكا هكا حركوها تفقدوها وسيلتو بسيطة وسهلة ويملاو العين هكا هاي هجة هو الحقيقة الحقيقة باش نطفي عليها باش من بعد وقت الدريساج فخر لايف فقصوا العظام يقعد العظام مرو يعني سوسون دي غو دو بريفيرونس باه شويكم ديتاي صغير دونك بالكف نتاع الكوتو اون بريس ما تسحقوش باش نهرسو كيما كانكم قاعدين ترافيه هكا بالبوان نتاع الكوتو هكا يولينا هاي اكرازي به نادي ابراهيم شربت فريك فلفل المحشي وبريك بالتون ريو كويا شنيا حويلك صافاليك وحشه والله تعرف شنو هو الحاجه زيد الباهيه في اللايف اللي تبارك الله برشا عبيد عندي برشا ما ريتهمش سيرتو في الكونفينمون انا قاعدين نتابعوا في بعضنا في اللايف كيما نقول لكم باش نطفي عليها العجه باش من بعد نزيدوا العظام والله لينا الربيعه وصلت سوسه احلى تهيئ الاهل سوسه والناس الكل اللي تبعوا فيا سيرتو في اللايف دونك ريتو ريسيت سهله ما تطلبش برشا وقت ما تطلبش برشا جهد مي اذا طيبوها الحاجه ننصحكم بها كمؤمن طيبوا بحب طيبوا بحب يعني راهو الحب قبل كل شيء الحب راهو موجود في الماكله يعني على قد ما انتوما طيبوا بحب على قد ما الماكلة تجي ابننا مفهميش أعز من نصيحة هذي هذي بالنسبة للعشاء به ادبارة شربة سلاطة مشوية نواصر وفريكاسي في الفول صحة وبشفاء ميتة نغسل يدينا دونك كيما قلتلكم زيدا سيرتو الزيت هاو انحيوا الفول دينا ونتعديوش نحضروا معانا سلطه نتاع بيتراف دونك قبل كل شيء السلطه نتاع بيتراف الحاجه الفايده اللي سورتو في اللايف نحاول نعطيكم شويه من لي زاستوس على خاطر ما نصورش اللي انا باش نطيب عجه خير منكم نتوما تبارك الله تعرفوا الطيب لك توم كوتو دي شيف والله يسمع عندنا حب عندنا قصه حب مع السكينه كوتو دي شيف رانا نحبوا برشا اللي كوتو غرام ونبدا عاملين جو نتفقدوا السوق اللي احنا من بعد كيف كيما قلت لكم نجمو نرحيوها خليوها البار هذوما حاشين حاضروا باش نتبعوا السلاطه سلاطه نتاع بيتراف دونك نحيو زيت الكل نطفو لو بلون ترافاي تاعنا ونعاود نقولكم راهو السر بين الماكلة بينا عاد تعرف خويا ريو تعرف الماكلة تعرف الماكلة ها حاصل عليا مثل ماكلة أنا حايرة يسرى حايرة في دبارة ما تحيرش يسرى في دبارة نعطيك دبارة فيسع فيسع عسرية عسرية لو حضرنا شربة متاع خضرة حضرنا عجة بالمرقيس تعمل ستوستين كيف مزيكا نعظم باش نحضروا سلاطة متاع بيتراف ومن بعد نعملوا تشيكن وينجز تنوريكم بطريقة جي بنينة 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 وعندنا زادة تشيز كيك دونك انتم شنو تحبوا تنجموا تخليونا تقولنا توا حاجتي يعني نبداو بتشيكن وينجز عزة مصمودي بونجور ان شاء الله رمضانك مبروك شيف وانا اليوم شريت كروفيت قلت نعمل عج انا قلت لكم راه سيرتو الكنزينه الثانيه نتاع رمضان الاولى ني هي مزال ما خدمتش عليها ان شاء الله ربي يحيينا بخير نحبوا كلمات الزمنيه والحاجات الرابيد فيسع فيسع اللي ما طلبش برشا وقت به باش نمدوا البيتراف من قبل البيتراف بيتراف سيرتو نعرفوا اللي يخلي يعطي كولوراسيون حلوه برشا سيرتو في الماكله راهو نجموا اون سانسبير برشا 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 من الكولور من الكولوراسيون نتاع البيتراف باش ناخذوا كعبه طماطم طماطمه باش ناخذوا شويه شبت هاني كما ترى فيا هكا ناخذوا رويس تاع سويس كما قلت لكم هكا اليوم نطفي في خضرة مع بعضنا شربة شهير وكعبة ورات الله مصلي على النبي في الفور سلطة خضرة وسلطة مشوية وخبز في الفور والحمد لله أحلام لموشي سام في بليزير كي تعمل لايف شيف رمضانك مبروك ميرسي بوكو أحلام دونك للجماعة اللي خلطوا علينا أنا نحضروا في حاجات سهلة حاجات
رابيدوس كيما نقولوا زاد كيف كيف. لافونتاج سورتو في تحضير توا اللي الروسيت تعطينا روسيت رابيدوس للجماعة سورتو في الكونفينمون، للي ما عندوش كيف شي طيب، للي ما عندوش دوارة، وسورتو للي توحش الماكلة في البر ينجم توا يحضر عجيجة تعمل 66 كيف به. باش نبداو باستعمال كيما نقولو تاع بكري كوتو دي شيف كيكا طماطم حليوها شوية سبيس كيما تراو. ورانا نبداو عاملين جو في قصان تاع الخضرة، رانا والله ما عندكمش فكرة، نبداو عاملين جو 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 به. هون يا جوين يعطيك الصحة، به قاسين شوية السبيس كل كبير قدره، يعني سيرتو بالنسبة لسلاطتك النهائية تبدا مشكلة تعمل 66 كيف هذوما سوا قدامكم. قص شوية عنات، راهو اللي فيه نزارب في الكوجينة يعطيو نكهة أخرى. نعرفو مع لانات مع البسباس سيرتو يعمل يعطي انجو حلو 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 برشا. هاكا نخليوها هاكا نتعداو ولا تعدوما نصبو طمطومة باش تبعها بسكينة صغيرة، نقصو روندلات شوية شوية شوية. نجمو نزيدو طوماط سوريز كل تديرو قدرو. بالنسبة للخضرة زادا كيف كيف مشيت خديت الخضرة من المارشين تاع المرسى، دونك تحية للعماد في المارشين تاع المرسى، خديت بكري خضرة نحيو الزايد نعرفو طماطم صايبة الماء تاعها ونتعديو البيتراف. البيتراف البيتراف للي يعرف كيفاش نحضرو البيتراف والكويسون تاع البيتراف يقولنا، وهنا نتبعو ونسمعو مع بعضنا. البيتراف شو نقولكم يلزم ما يتقشرش، يطيب بقشرته. علاش يطيب بقشرته؟ قبل كل شيء باش المنفعه نتاع البيتراف تقعد يوم بار. ثاني حاجه والكولوراسيون، الكولوراسيون ما تسيبش في الماء كل على خاطر البيتراف يسوفي نقشروه ومن بعد طيبوه في الماء ما عملنا حتى شيء. دونك كاعت البيتراف كما ترى هايكا طايبه بالمقشور نتاعها باش ننظفوها، وسيرتو لا الكولوراسيون نتاع البيتراف اللهم صلي على النبي. ها هاي نحي القشر هكا، شوف 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 تبارك الله، اللهم صل على النبي. بالحق تعرف الفايده اللي في تونس شنو عندنا راهو خضره طياره على الاخر، يعني سورتو البلدان الاخرين يقولوا لنا وبرشا حتى كي نخرجوا في ليفوار ولا في مانيفيستاسيون البارلا للشارع انترناسيونال يقولوا لنا كي مش نحسدوكم على حاجه، نحسدوكم على لا كاليتي تاع الخضره. به هنا كعبه البتراف هكا، كعبه البتراف ديجا وحدها من بعد في الصحن بالكولوراسيون ما نحكي لكمش شنو تنجم تاعو. بعد نجمو ناخدو جو نتاع البتراف شيز كيك او شوكولا او بيان سيترون او بيان به نعملو بالشوكولاتة فما حدا مشكل. انتوما شنو تدلو انتوما اللي تحبوا عليه، احنا راني موجودين. به نور هنا طيب، به سي بون سلام شنيا دبات اليوم الجماعة اللي خلطوا يشوفوا حنا الكولوراسيون نتاع البتراف. اللهم صلي على النبي. خليو كعبة البتراف لهنا نضيفها راس الزيت، ناخذ توا باش نقصو رونديل نتاع بيتراف. دونك كولوراسيون ما نحكيكمش، تبعوها نجمو نعملو شيبس تاع بيتراف، نجمو نعملو أي حاجة، نجمو الماء تاع البيتراف نعملو بيه حتى دي بات فريش راهو. يعني الحاجة الفايدة اللي نجمو نعملوها بانغريديون صغير برشا اللي هو بنين 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 على الاخر. فما شكون يعمل سلطة مفورة، فما شكون يعمل سلطة مسموطة يزيدها البيتراف. وفما زاد كيف كيف بالنسبة سيرتو للجماعة اللي يحبوا يعملوا ديتوكس، دونك تنجم ما نعرفش علاش ما ينجمش ناكلوا البتراف فيه طعم كالتراب. باه وفاء اسكندر البتراف والله قبل كل شيء لازمك تغسلو مليح مليح، وسيرتو باش نوريكم ها شيبس تاع البتراف شوف عليها شوف الكولوراسيون تبارك الله. توا في توندونس جديدة يقول لك هاكا اعمل ديتوكس نتاع بيتراف، يعني تنجمو تعمل كيما قلت لكم با
بسمة اسكندر كيما خداكم تنجمو تحضرو سلاطة تاع بتراف قاسيناها ورمديل طماطم نجمو ناخدو شوية البسباسة هاو هكا شنو عليه اون بو سانسبيري شوف شوف الكولوراسيون مع البسباس مع البتراف شنو يعطينا ما شاء الله هذايا حاجة به وتنزينو سلاطة بالسياسة بالسياسة وتعطيونا رايكم في الدبر به نغسلو كيسة كيسة باش الكولوراسيون تاع البتراف ما تحرقش قاسينا بتراف قاسينا شوية بسباس شوية شبت تشيز كيك تاع اليوم بشنو الجو نادية شنو تحبوا تو هاكا مازلت مانيش باش نحضر تو تشيز كيك باش نحضر بعد شوية أما تنجمو تقولولنا شنو الجو اللي تحبوا بالنسبة للتشيز كيك نتاع اليوم باه تو اون فا كونفيكسيوني السلاطة بالنسبة للسلايطة هاهي باش ناخدو حاجة الأولانية بونجور شيف محرز ليك وحشة زيادة شيف محرز وشيف محرز سيرتو كي نقولو شيف محرز نقولو سبيسياليتي ايطاليان ما فماش حتى شيف اخر منازع لشيف محرز في سبيسياليتي ايطاليان تحية ليك شيف محرز دونك اول حاجة كيما تراو خديت البتراف سي بوسيبل افيك سيترون اي نجمو نعملو سيترون نجمو نعملو كل شيء نقولكم نعطيكم ليزاستيوس نتاع تشيز كيك وكنت قبل يا حسن دون لو طون حضرت اول تشيز كيك قبل مع اون مارك بيان ديبوزي مع سوتي بي سوتي شوك مع سايدة دونك حضرنا بتراف بالتوك باه دونك تحية كيف كيف السي محمد لرقد قال لي قول لنا كيفاش طيبوا نواصل حضرنا قبل نواصل سي محمد لرقد نعزو ونحبو برشا 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 كل وقت نقول كيفاش نحضروا الطريقة نتاع نواصل سهلة بالنسبة للطريقة نقليو صوص نحضروها تشيز كيك فريز تشيز كيك وكراميل شوكولا وبالفريز ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله نعرف انا درس ليمون نحب الجوسي بصوت الفريز دونك سلاطه حطينا هكا فوق بعضو باش نقول لكم علاش باش نفوهوها مش خليوها ديكونتي في شويه زيت دونك نحيو الزيت الكل قبل كل شيء باش ناخذ شويه ملح شويه فلفل هكا ونخليو سلاطه تبدا ماريني يا ولدي انت المعلم باه حطينا شوية ملح نزيدو شوية فلفل أكحل باش نحطوها تقعد ماريني في الزيت دونك كيف كيف بالنسبة للزيت نجم نقدركم اللي هو زيت ديو دونك ماهوش متاع كويسون بركة حتى متاع سيزونمون متاع السلايت باش نحطو شوية زيت نجم ديو بلوس فيتامين اي وصلت نخليهم بعد تتابعوني كيفاش باش نزينها العجه باش نحيوها من هنا العجه من بعضها حطوا شويه شويه هاي هنا كالعاده بالحق جربوه لو ميلونج ما بين الزيت كما نقول لكم قداش من مره نقول لكم جربوا الميلونج ما بين زيت والمارغرين يعطينا نكهه اخرى للتساؤلات نتاعكم سيرتو النجم خلينا ميساج ونجربوكم نقول لكم كيفاش نحضروا شنو هي مكونات السلطه مكونات السلطه دونك فينا بتراف اول ديتاي قلناه بالنسبه للبتراف لازم يكيب في القشره نتاعو باش نحافظ على النفع نتاعو وباش تقعد لنا الكولوراسيون ما يخرجش الماء نتاع البتراف قديك حاجة لونية مرام بونجور سلام شكرون بونجور دونك هذا لايف في الكوجينة حاطين الميلونج نتاع الزيت والمارغرين كيما العادة نحيو الزيت الكل الزيت الكل نحطوه علينا سيتو كولوراسيون نتاع بيتراف حلوة برشا برشا شايف شنو نجم نعمل صوص غير البشاميل باش نفرسي بها لي مي غرومون باهي تنجم تعمل صوص فرماجي هاو نعطيك استوس وجربها وقول لي رايك بالحق يا سلام باهي هاو شنو هذيك صوص تعمل
في بلاصه البشاميل عندك فرماج لندور، تنجم تاخذ حليب كونتيتي نتاع حليب، زوج كيسين نتاع حليب، وتاخذ حاف متين نتاع فرماج تحطهم بعضهم، بل كل شيء تضربهم بالبرا باش نقولوا احنا تجارب بيعتو افروا يكون ميلونج هوموجين. من بعد تحطهم على الغاز فرماج هذا لندور تحطوا على الغاز بعد ما يغلي. بونجور شيف محمد علي عبروقي. بعد ما تحطهم على الغاز باش يبقبقوا، دونك هذا صوص فروماجيت اللي يحب يصل على صوص فروماجيت. بعد ما يبقبقوا تضربهم بالبراق وهكا تجيك صوص تعمل ستوكسين كيف، تنجم تزيدها شوفريت، تزيدها بولي، تزيدها تون، مي هذيك بازا في بلاصه الصوص تاع البشاميل. سيرتو توا بالنسبه للبشاميل ما عادش برشا عباد يحضروها، تنجم تحضرها بالصوص فروماجيت. هكا حليب يغلي، تنجم بار الحليب تحط شويه كريم فريش من بعد بور اكسونتوي لو جو، وهكا تولي عندك فارس. بعد كي تبرد تحط في بوش وتنجم تعمل فولوفون ولا شو تكون موجوده في الفارس. دونك اليوم اخترنا لكم دونك تشيكن وينجز تاع مليحه، هما ديجا مفوقين بالتتار، مي باش نوريكم طريقه اخرى لو تشيز كيك سوفي افيك دو فرماج بلون او بيان دو فرماج فيلادلفيا. بونجور هلا باه راهو قبل كل شيء نحكيو على الدجاج وبعد نقول لكم على تشيز كيك مديحة هاك معايا. دونك مفوح فيه يا مستر ستينكي، بونجور يا شيف ليك وحشة محمد علي، وانت زادة محمد علي خويا اسمعك الصوت العظيم، صوت هذايا مش ام كلثوم بركة، سيرتو في رمضان يكون صوت سبيسيال على الاخر على الاخر على الاخر. بالنسبة للتشيز كيك راهو يعني بالفرماج اثار سنين حضروه كيسكيك، كيما زاد كيف للي عنده امكانيات نجمو نزيدو فيلادلفيا. دونك حبينا توا تشيكن وينكس هيبا باش نفوح الدجاج، الدجاج مفوح ديجا بالميتين جارب، موجود فيه ثوم، موجود فيه شوية بصل، موجود فيه شوية معدنوس، الميتين جارب الكل موجود في تشيكن تارتار نتاع مليحه. باش نحطو شوية هذايا نزيد هذايا. بالنسبة للتشيكن وينجز محمد وسام من البصرة بونجور، بالنسبة للتشيكن وينجز اللي قاعدين نحضرو فيهم نزيدوهم حاجة بنينة بنينة بنينة، نقولكم شنيا لازمكم تتبعونا بالسياسة الأساسية. عندنا الباص مع الجيب نتاع العادة، سلام بونجور سلام، كل كادريات سيرتو نورمالمون نزيدوكم كوالا، شوف كادريات لوجو هكايا بالسياسة الأساسية. وسيرتو بالنسبة للدجاج على قد ما يبدا مارينيه بطبيعة يعطينا نكهة أخرى بنينة بنينة. كيما زيد باش نوريكم بونجور غول تا سافير كومون بيرمي دون لو بويل اسورتي باهي مليحة بن يونس. دونك مهرج معلم توجو الباترون ديما تهضر كالعادة ديما منورنا، عايشك يا شيخ مهرج يعطيك الصحة والله ليك وحشة، إن شاء الله تشوف الكونفيمون كل قبل نتقابلو كل كوبا في أن ديني ولا كيما نقولو احنا في الحال تاع فترة أكات ما. هذايا الحاجة الأولانية باش نماركيوها باش نوريكم زادا كيف كيفاش تعمل شيكن وينجز بنين بنين بنين. بالنسبة للكوجينة نظام الكوجينة كوالا هاني الحمامي، ميرسي بوغ وسيط عايشك نادي ابراهيم موجود ربي الشيف هو دعطينا مكونات الحاجة الحلوة من قبل باش ديما نحضروها. محمد يسير في البصرة ميرسي دونك
بعد ما حضرنا الشيكن شيكن وينجز ومركيناهم دونك شنو باش نحضروا الاخر؟ مش ناخذوا كيما قلت لكم سيرتو اليوم عندنا العسل جابوا موافقه باش ندوقوه في لي روسيت عسل مروبيا باش نجربوه دونك نحطوا شوية عسل نحطوا الفوالة شو أريكم دي زاستيوس سيرتو بالنسبة لنا نعطيك الساعة هكذا دي زاستيوس نجمو نجربوهم حتى بدا العسل هذايا من القروان نديه في الوسطية باش نعطيه شوية نكهة بالنسبة لي زيفيس عنا يفيس مكسيكان نحط شوية يفيس مكسيكان مع العسل هذايا بالنسبة للدجاج باش نزيدو شوية بركة ماء هاكا نقولكم عليك بونجور شيف فيك وحش بونسوار بونجور شيف دونك حلينا شوية عسل كيف كيف أفاري جو كيس مكسيكان نجمو فور أكسونتوي لو بو نحطو معلقة نتاع هريسة حلو العسل باه فلوس لاتاي بعد العسل هي وعين ذنول تخيل الناس الكل يتابعو فينا من يعني من الولايات الكل اللي موجودين في تونس دونك توا باش نقلبو هذا هو هذا الشيكن وينكس صوت بيتها في الكوزينة دونك هذا هي الدجاج نحطوه في الفوار دونك بعد ما تمركها ديجا بلي هاكا حضرنا الميلونج نتاع العسل زدنا شوية هريسة شوية كيس مكسيكان نحاول نبعدو هني كيما قلتلكم مع العسل حلينا شوية ماء منين تاخذ لي زيبيس مكسيكان به بالنسبة لي زيبيس كلهم أساسون لي زيبيس تاع بن جميع تلقاهم في زهرة لا فيترين دو تيروار بحذا المارشي تاع المرسى دونك تلقاو فيها برشا حاجات مش كي لي زيبيس بالحق فيترين تاع تيروار كي نقولو تيروار تونيزيان تنجمو تلقاو اي حاجه من الماكله الزمنيه من قاع الخابيه نواصر برد والمحمص كل شيء موجود من حاجه زمنيه من زهره لابدرين دو تيروار باه حطينا لزال لزالرون تاع الدجاج حطيناهم في شويه عسل ليزيبيس مكسيكان وباش نخليهم سله سله حتى لين يعاود يرجع يعمل العسل شويه ريدكسيون خاطر زدناه شويه ماء تي ما با ريبوندو مديحه مديحه بالنسبه للفروماج وتشيز كيك كان باش نحضروه كان عندنا فيلادلفيا نحضروه بالفيلادلفيا مي بيرسونيلمون نعمل امبيونش ناخذ الفروماج اترتيني لوندور نخلطو فما شكون يحب يخليها هكا سينو تنجم زادا كيف كيف تزيدو شويه بودر نتاع شونتيي وشويه كريم فريش بور اكسونتوي لو بو هذايا نورمالمون ان شاء الله روسيت اللي تو جربوها مع بعضنا يا مديحه باه شيف نجمو مع العسل نحطو عسل شيف دونك بالنسبه نجمو نعملو دوك روسيت انا كنت حطيت مع العسل شويه ماء باش من بعد جوست يدخل لوغو كله مع مع الدجاج ياخذ كولوراسيون دوري كيما تراو فيها هكا هاو مسخيوة ياخذ نكهه بنينه اخرى كيف كيف نجمو نعملو صوص واحدة أخرى بالنسبة للدجاج اللي هي تكون وين في المرسى بربي عاود أعطي الأدريس نسكن في المرسى وما نعرفش دونك لميا بالنسبة للمرشية نتاع المرسى غاديك فما مقابل الباب تيليني نتاع المرشية تاع المرسى وين في خافري تلقى زهرة لافيترين تيروار تبيع لي زيبيس هذوما كلهم اللي خدمنا بهم سيرتو حاجة بنينة برشا كيما قلت لكم شوية الماء زدناه للعسل باش من بعد نجمو نبيو بيه الدجاج ومن بعد هذا كامل ريدكسيون يعطينا لاسبي كولون
هذا كيما تراو كيما قاعدين تشوفوا ما نخبيو عليكم حتى شيء. شو محليها في الكولوراسيون نجمو اوليو الهريسه نحطوا فلفل بار العبيد راهو يعني ماهيش نقولوا احنا الروسيت راهي تنجم تعطي فيها برشا حاجات. باه كيما قلت لكم زهره لا فيتين تيروار هاكا فما شكون حاط لكم اليان. هذا بالنسبه للدجاج شربه هذيك باش نحلوها بعد الدجاج هذايا نخليوه سلة سلة كيما قلت لكم عندنا راه بلاك ميربور اكس اليوم حتى بعد ميم سي ليكت كوجينا كلها ماهر دونك ميم سي ليكت كوجينا فيسا فيسا مونتا خيالي صحة شيف برافو ميرسي بوكو. دونك هذوما اللي ياسر يقولنا على تشيكن وينجز نجمو نخدموهم تشيكن وينجز تاي نزيدو من بعد لي صوص تاي وشوية ججلان وهكا تكون نكهة أخرى. دونك هذوما خليهم نفار ونتعداو توا باش نحضرو من بعدنا تشيز كيك. بالنسبة للكيف باش ناخدو للتزيين نتاع السلاطة دونك ناخدو شوية خلطة نجمو نخدمو بالسلاد رومان بالايسبرغ بالباتافيا بالفيدوشين حتى شوية روكيت كل خدير وقدرو. باش نزينو بيها بعد السلاطة واحدة سلايطة سورتو نتصور اللي المنيو فيسا فيسا يحضر هاو جي صحيح تشيز كيك تشيز كيك تشيز كيك. باه نجيب لكم وليكم ليفيرين توا نبداو نحضرو فيسا فيسا تشيز كيك باش نستحقو بول كاليتا بسياسة 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 نخدمو في السيل نتاع فيرين وكيف كيف نتوما زادا حتى في الدار نجمو تحضرو الرسيل تحبو عليها. انا اخترت ربي شايف حاطين العنوان نتاعهم في الباج باه داكوردو. دونك اخترت الفرماج تارتيني لوندور هاو الفرماج تارتيني لوندور خدمتو مليح مليح ويني مديحة يا مديحة مانيفستوا مديحة هاي صوص فرويتير شوكولا ولي لي زانغريديون و الكونتيتي لوت في ديليسي صح شي بونجور. دونك الكونتيتي خديت حكة نتاع لوندور فرماج تارتيني حطيتها في صحفة باه عندنا بسكوي رحيتو شاف خذ وقتك في تشيز كيك وما تزربش باش نكتب الروسيت الله يبارك انا موجودين باش نعطيوك الروسيت يعني ما هناش باش نخبيو عليكم حتى شيء. اخذت بسكويت رحيتو وهم باش نزيد نوريكم كيفاش شنو باش نعملو بالضبط 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 ما هناش باش نخبي عليكم حتى شيء. باه ها يا سيدي بنسيدي كاي جاء وقت الديسير والناس الكل تحب تبع تشيز كيك نعاون بالحاجة بالحاجة. دونك باش نعملو موس تاع فرماج نجمو نحضروها كل واحد كيفاش يحب يحضر. انا اخترت الفرماج تاع تارتيني ديجا نوندور خدمتو مليح مليح عندي شويه بودر انا توا جيت شنو ولا سيتي ولا سيتي تاع تشيز كيك عندنا بودر نتاع لوكس هاي بودر تاع لوكس باش نحط البودر تاع لوكس باه ومش ناخذ بلاي واحده واحده شاف خلي نقيدو الله يبارك كرم دل باش ناخذ بسكوي كيف كيف تنجم تاخذ بسكوي تنجم تاخذ بسكوي هذايا راه عملته في الدار وفتفتو ها ناخذ حفنتين دونك على حفنه نتاع لوكس حفنتين تاع بسكوي. بالنسبه للرسيت تاع بسكوي نجم نعطيكم يعني شنو هو نوعين تاع بسكوي بسكوي حضرته في الدار نجم نعطيكم الرسيت نتاعو سينو تنجموا تاخذوا اي نوعين تاع بسكوي موجود في الكرون سيرفاس. باه مع البسكوي زدتوا قشور تاع بورغدين هو السر اسمه مليح 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 قشور تاع بورغدين. دونك سيرتو القشور تاع بورغدين راهو ينكه شيء عجيب جدا 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 ينكه التشيز كيك. باهي لهنا فما المعجون كيف كيف عندنا المعجون تاع الفرويتير دونك ناخذ هذا دان كوتو شويه معجون في البسكويت تبعوني بالسياسة بالسياسة للي ما سمعنيش في حاجه يقول لي وهاني نعاود هيا باش نخلط بها قبل كل شيء باش
ناخذ شويه مارغرين دونك باش البازه تكون موجوده تتلم لنا العجينه تاع البسكويت باش تكون هي بس تاع الشيز كيك. كيما كنت ذكرت بكري عندنا العسل دونك ماروبيا نتاع الوسلاتيه من قروان تاع صاحبي موافق دونك هاو باش نحطو شويه عسل باش تكون بالنسبه للعسل باش يكون فيه باش يكون موجود لهنا شويه في الشيز كيك موجود حتى مع الفرماج وصدقوني احسن بسكوي ستار ولا سايده بتبيع بسكوي سايده اللي تربينا معاه الناس الكل ديجا باه. دونك حطيت شويه عسل في الفرماج وجربوها روسيت صدقوني تعطي نكهه اخرى 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 بنينه تعمل 66 كيف خلطوا مليح 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 الميلونج تاع البسكويت اللي قلت لك بسكويت كنت حضرته في الدار باش نزيدوا شويه مارغرين جولدينا زدت شويه عسل وزدت شويه قشور تاع بورغدين هذيا الباز. بالنسبه للموس تاع الفرماج الموس تاع الفرماج خذيت فرماج تارتيني الفرماج تارتيني نتاع لوندور زدت تاو عسل هنا فرطتو درجكم شي شيخ فاتو بحذينا هاي هاي سيد فرطتو زرنا المستعف روما زرنا عسل كما تراو هاو هكا البسكوي زدناه شوية مارغرين زدناه شوية عسل زدناه شوية معجون تاع برقدين لا فروتير باه. بعد ما نخلطو الميلونج مليح 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 عندنا لي صوص لي صوص كيف كيف كل واحد وكيفاش يحب يحضر تشيز كيك وين على خاطركم اليوم ان شاء الله باش نحاول نعمل ديفيرين انواع واش كيك باه. نشوفوا عندنا بوش ودوي هنا وهاي بوش ودوي باش نعملو فيها الموس تاع الفرماج هذايا نحيوها بوش وين عم بيو الموس تاع الفرماج اللي كيما قلت لكم كنا حضرناه يعني تشيز كيك تو سيتو في ديرين ينجم يحضر في ديرين ولكن عندنا بومبورت بيس كيف كيف امادو شيف عبيدي بيان سور لينا يا لينا امادو راه نتاعنا يا لينا كلنا فرد بلوزة تحية لامادو دونك احلى شيف نجمو نبدلو فرماج بالماسكربون بيان سور نجمو نبدلو باي نوعيه نتاع فرماج مي انا نحاول نعطيكم الروسيت اللي انا كنت جربتها الماسكربون حضروا كان ما لقيتوهوش خاطر سيتو نعرفوا اللي البريم تاعو غالي على الاخر و بيرسونيلمون تنجمو تحضروا تشيز كيك بنين وما يتكلفش وخفيف باه زيد نحيوه من بحذنا هاو هكا هذه هي البوش هابي هنا الفرماج نتابع باش نحضرو تشيز كيك باه ميرسي لينا لحظة برك نجيب لي فيرين ونجيب نحضركم بما فينيتي نتاع ديفيرين انواع وشكل باش الناس الكل تحب دونك بونجور تو الموند بونجور يمينة عندنا توا تشيز كيك باش نحضروه دونك اول حاجه باش نحضر فما شكون قال لي بالسيترون وفما شكون قال لي بالشوكولاته باه عندي صوص توبينغ تاع فروتير شوكولاته شوف شنو اللي عندنا دوتر صوص عندنا فريز عندنا بومونتونس بالنسبه للمعجون باه تبعو بالسياسة بالسياسة هاي يا سيدي هاي يا سيدي بن سيدك يا سيدي بن سيدك نبداو في التشيز كيك ناخدو فيرينا داير الأولاني نجيبو مغرفة زغرون نحطو في الفيرينا هاذيك راهي مغرفة متنجمش تدخل باش ناخدو البسكوي
اللي هو باش يكون الباز تاع تشيز كيك. هاي ها ما ينزلوش عليها برشا دوب ليش بالمغرفه هكايه هكذاك باش يكون الباز تاع تشيز كيك. سامحني بولو تاخ ستيبيسي بولو مني. بالنسبه للمنيو دوك عملنا شربة خضره مع شربة الخضره عملنا تشيكن وينجز كراميليزي باش نعملو سلطه تاع بيتراف حضرناها وعندنا عجه بالميني مرقاس. دونك نفس العمليه شكروها في الليفرين كل باش نبداو مره واحده. قاعد يسيتو الفيرين هذيا نعمل عليها جو شوفو نتاعها مي سونسيبل على الاخر ان شاء الله ما تكسرش كمل بينا اخر رمضان هكا. نزيدو كيف كيف نكررو العمليه عملو الفيرين باش الناس الكل هاكا سي كوا لو منيو بونجور يمينا. ممكن تابعو في كومنتريات نجم عندكم اي استفسار تقولوا لنا. كنا حضرنا الموس تاع فروماج بالفروماج التارتيني لوندور شو محلية الكيسان هذوما. بالنسبه للكيسان كي نقولوا ار دو لا تابل نلقاو في ميزان الموند فلاك دونك عندها شوا طياره برشا برشا الحق سورتو تاع كيسان تاع ليزاسيت ار دو لا تابل كي دي ار دو لا تابل تي ميزان الموند. كملوا البسكوي كملوا الفيرين هذيا باش الناس الكل 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 تكون حاضرة. هاي يا سيدي نسيتك بسكوي حطيناه هاهو ليفرين مزالت الكاري نقدرو نكملو كاري ليفرين كاري هاكا تشيز كيك هوم ميد. كنا نتعرفوا لي زانغريديون نتاعو تولي تحضروا في الدار حاجه بيها اللي في كونفينمون ولينا برشا 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 حاجات نحضروهم في الدار. هاي سيدي نسيت كان راهو واش تعطيو الموس تاع الفرماج نبداو بالسياسه بالسياسه اللي هي باناكوتا. الله يبارك باناكوتا يعني هي اللي هي كريم فريش شويه جيلاتين مي نحاولوا نحضروها بقدرة ربي. هاي سيدي هذا نطلع الفيلين ونوريكم بالسياسه بالسياسه روزا تاع فرماج هاكا هاذي هي الأولانية هاذي باش نحطو شوية موس تاع فرماج تنقولكم شنو باش نعمل آخر كل نوعية تاع فيرين. شايف اليوم كنت نعمل في زلابي بلاي شنو الجماعة اللي جربوا زلابي شنو رأيكم في الستة زلابي. أنا جربتها والله بنينة 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 تعمل 66 كيف هذايا هاكا الفيرين كيما قاعدين تراب باش نزيدو موس تاع الفرماج باه نتعداو الحاجة الثانية كيما قلتلكم عندنا معجون تاع برقدان تاع الفرويتير. توا جيت شنو هو المنيو احنا بركه هاك معانا هات نقول لك شنو هو المنيو. ناخذ شويه معجون باش نزيدوه فوق الفيري تاع لوغو اسيدولي سورتو تاع اللي جربتها جات روعه زلابي. ان شاء الله تعجبكم لي روسيت احنا نحاول نبارطاجيو معاكم لو ماكس لي روسيت اللي احنا جربناهم وما نخبيو عليكم حتى شيء وان شاء الله هاكا تحصل المنفعه نجمو تبارطاجيو لايف مع اصحابكم مع حبيبكم باش المنفعه تحصل الناس الكل. وللي حضر الماخر ينجم يلقى الرديف موجود على شين يوتيوب. باه حطينا معجون نتاع البرقدين والميدالينا نتاع فرويتير باش ناخذ الصوص توبينغ شوكولاته. تو هذه البنه نتاعها هاي هاي هكا استنى توريكم بالضبط هاي هكا تو شوكولا تو شوكولا تو شوكولا الفنانين اللي يحبوا شوكولاته وبيرسونالمون نحب الشوكولاته ونحب ليفيرين هذوما كلهم اللي بداو واحد ياكل ويبدا عامل جو. في النوعيه هذه حطينا باش نزيدها الصوص تاع الشوكولاته من الاول هاكا يعني ما فماش اوردر بيان ديتيرميني بالنسبه للطريقه نتاع ليفيرين تاع تشيز كيك سورتو اذا انت تحب يبدا ان جو برونسي نتاع
بتاع الشوكولاته نكرره نفس العمليه. مش نحط الرز الزبرونه اوكي، الرز الزبرونه لازم نزيده شويه فيك يا سيدي. كيف كيف دونك المفيد المقصود نقول احنا حصلت يعني هوا هي تتحبش ومحليها كير ويرينا زهرونا انديفيدويل هاي هكا حطوها تبرد حتى لين يوصل سخان الفطر. هذا كاريزة ده كيف كيف، وهكا يكون عندكم شيز كيك يعمل 66 كيف به. دونك نورمالمون الدجاج حضر شربوا باش نرحيوها. نجموا بعد تتابعوني في الدريساج نتاع لي بلا، دونك تلقاو لي بلا كلهم مدرسي على الباج. نحب نشكر الناس الكل اللي قاعده تتبع فيا، اللي قاعده تتبع فيا على اللايف وقاعده تتفاعل، وبالحق تو تبارك الله بعد جمعه يعني نسميو ربينا شويه الكبده ونجيب منهم الصوص هذوما في المغازات هاي الكبرى، هاي بيان سور موجودين في الكرون سيرفاس في كارفور ولا في مونوبري. نحب نشكر الناس الكل كيما حازم بن عيسى راديو بون دو نور، خالد عويش في سكوب. نحب نشكر السبونسور الكل اللي موجودين لهنا سيرتو في الكوجينه باش نجموا احنا نحضروا لكم منيو يعمل 66 كيف. دونك نورمالمون ما بقالي باش نقول لكم كان شهية طيبة، وتابعوني بعد في لي بلا نهبطهم زادا كيفيف على الباج. نذكركم اللي يومين يتجدد لقاءنا معاكم الماضي ساعتين، وللي عنده أي سؤال ولا أي حاجة نجم يخلينا كومنتير وإن شاء الله بقدرة ربي نحاول نجاوب على الناس الكل. نحب نقول لكم راني نحبكم برشا برشا، يعطيكم الصحة وربي يخليكم ليا أنتوما اللي تعطيوني في الشحنة باش نجم نزيد نعمل البلوس. ولدي قال لي الفيرين نتاع الشيف نهزها في مغرفة هي فيريت تاع ديكستاسيون ما صدقوني مع المنيو هذاك الكل تبارك الله. يعني هذوما نحطهم نتفرجوا مش لازم ناكلوا، ما شاء الله يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة الناس الكل وربي يخليكم، وان شاء الله بقدرة ربي كل نهار نحاولوا الماضي ساعتين نحضروا مع بعضنا منيو يعمل 66 كيف. وانتم تنجموا تخلوا لنا الجلسات والا تحضروا مع بعض مع بعضكم. صحة معلم مكرم شاف رفيق الدوس دونك شيء طيبة شاف برافو هبة شيء طيبة عايشك شاف ربي يخليك لينا، ربي يخليكم انتوما يعطيكم الصحة. تنجموا تصوروا البلا نتاعكم الكل اللي انتوما حضرتوهم وتاجيوني في الانستغرام شاف مؤمن بن يونس، ولا في الفيسبوك كيف شاف مؤمن بن يونس، واللي ما لقاش الحلقة نجم تفرج عليها في اليوتيوب. يعطيكم الصحة مرة أخرى، راني نحبكم شيء طيب.